حتى لي خلاص يعني آخر الأمر يعني وصل حتى أنه كان يضربني يطيح لي ولادي من كرشي، فهمتني؟ كيف؟ يعني كان يضربني حتى يطيح لي البيبي من كرشي، يعني أنا يحصل لي إجهاض هاي. وردي بالك تهدري، يعني أنا ما عبيش الخطر اللي كانوا يسبولي بكلمة ردي بالك تهدري، كنت وين فيت فيت نقول إيه ما نهدرش ما نهدرش، خاطش فكرتي على الطلاق كانت سيئة جدا جدا، والمطلقة ما عندهاش وين تروح، والمشكلة كان يقولوا لي باللي من دارك للزنقة ردي بالك ترجع لينا، بنعرفوك ما تعرفينا، فهمتني؟ كنت نخاف زيت، وش كنت نشوف وش كنت نتفرج في التلفزيون كذا، كنت نعرف باللي أنه المجتمع والشارع ما يرحمش، نقول أنا نروح من داري خاف وش من دار احترفتني، نروح من دار والدي وش من دار ترفتني، فهمتني؟ كنت نخمم غف دائما في الأسوأ الأسوأ الأسوأ، هل بيها قعدت معه لفين كنت صبرت 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 حتى 8 سنوات، صبرت 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 حتى 3 ذكور واللي ماتوا يعلم بهم ربي. وكيفاش حتى ما قدرت تشقى ولا حقتي الطلاق؟ آخر حمل ربي عطاني في بطن واحد 3 توأم. كيف؟ آخر حمل. ها؟ يعني ثالث حمل ربي عطاني 3 توأم في بطن واحد. كان 2 موا كيك 3 موا. يعني الواحد في الدار تاعو كيجي هاك يخدم ولا يبريكولي في الدار، كل مسمار زيادة يديروا فيها ساشي، كل مسمار يزيدوا فيها. هكذاك نديروا كاع. ها. تكبر تكبر هذيك الساشي تولي فيها 1 كيلو دي كيلو هكاك. كان ما بيش واش كان يبريكولي، ما بيش انا واش قلت له ما جبتش ولا ما على باليش، يرفدها ديريكت يرميها تجيني هنا ديريكت. الساشي تاع المسامر. وي. انا فاسيلمون يعني بالعامية انا نحسب روحي تبولت على روحي. هو نو. هذاك الماء تاع البيبي هو اللي طاح. من الاخر ما سيبهم ما عادش نقدر نزيد نصبر لهذا العذاب.